السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن السالمونيلا إنفكشن أو السالمونيلوزيس. الحاجات اللي المفروض النهاردة نتعلمها بعد المحاضرة دي الانتندد ليرنينج اوتكمز، أول حاجة الإبيديميولوجي والمود اوف ترانسميشن، تاني حاجة المفروض نبقى عارفين كلينيكال برزنتيشن بتاع العيان اللي هيجي بسالمونيلا، الكومبليكيشن، الدايجنوزيس، تريتمنت، إراديكيشن اوف ذا كارير، اند البروفلاكسيس. أول حاجة هنناقشها النهاردة إن شاء الله بإذن الله الإبيديميولوجي. السالمونيلا انفكشن هي عبارة عن بكتيريال انفكشن كوزد باي سالمونيلا تايفي، سالمونيلا بارا تايفي A and B and C. It's sporadic in Egypt, more common in summer، موجودة أكتر في الصيف، في الشتاء الحالات بتبقى قليلة جدا. السالمونيلا عبارة عن جرام نيجاتيف باسيلاي موتايل فاكولتيتيف بكتيريال انفكشن جينس انتيروباكتيري فاميلي. هي سترونج باثوجينستي ذات كان كوز كروس انفكشن بتوين الهيومن اند الانيمالز. الانفكشن ممكن تحصل بتوين الانيمالز والهيومن، هما الاثنين ممكن يعدوا بعض. السالمونيلا انفكشن هاز تو انتيجين، اول واحد اللي هو او السوماتيك انتيجين اند الاتش فلاجيلر انتيجين، ودول هنحتاجهم بعد كده في الكلينيكال او في اللابراتوري دايجنوزيس. اول حاجه الكلينيكال برزنتيشن، السالمونيلا انفكشن ليها ثلاثه كلينيكال برزنتيشن. اول حاجه الاكيوت جاسترو انترايتس، ودي عباره عن نوعين، اكيوت انتيروكولايتس اند انفيزيف سالمونيلوزيس، وده هنشرحهم بالتفصيل. تاني حاجه او تاني كلينيكال برزنتيشن التايفويد فيفر، تالت كلينيكال برزنتيشن الكرونيك سالمونيلوزيس. اول كلينيكال برزنتيشن الاكيوت جاسترو انترايتس، الاتيولوجي بتاعها عباره عن سالمونيلا تايفي ميوريوم، سالمونيلا تايفي فيركاو، سالمونيلا تايفي انتريتيدس. احنا بنسميها او بنسمي الاكيوت جاسترو انترايتس بنسميها سالمونيلا فود بويزنينج، وفي انواع كتيره من الفود بويزنينج المفروض نبقى عارفينها في الجي اي تي انفكشن، في حاجات كوزد باي بكتيريال باي فايرال باي بارازيتيك انفستيشن، كلها تندرج تحت مسمى فود بويزنينج. الانفكشن ممكن او الانكوبيشن بيريد ممكن توصل من few hours to three days من اول الانجيشن اوف الانفكتد فود اور درينك، يعني الانكوبيشن بيريد ممكن من 12 ساعه لحد 48 ساعه وممكن توصل لحد 3 ايام. ده السورسز اوف سالمونيلا انفكشن، سواء كان الفود او الميلك او الووتر او اي ميت of infected animals. The source of infection زي ما قلنا عبارة عن improperly infected cooked meat or of infected animals زي البيكس البوليتري الإكس، of infected birds contaminated food with animal excreta، دي كلها sources of infection. الـ incubation period زي ما قلنا من few hours up to two or three days. ليه الـ incubation period طويلة؟ ودي تعتبر أطول incubation period في الجروبس بتاعة الـ food poisoning. ليه هي الـ incubation period طويلة؟ علشان بيحصل multiplication للأورجانيزم في الانتستين، يعني الـ pathogenesis بتاع الـ disease أو الـ symptoms due to organism not due to toxin production. يعني هي عبارة الـ symptoms كلها بتحصل نتيجة الـ multiplication of the organism، لا مش نتيجة الـ production of the toxin. غالبا الـ recovery بيحصل في خلال 1 week. الـ clinical presentation زي ما قلنا ان الاكيوت جاسترو انترايتس عباره عن نوعين A و B، ال A اللي هو الاكيوت انتيروكولايتس زي الفيفر. الكلينيكال برزنتيشن بتحصل العيان بيبدا الاول يبقى فيفرش، في نوزيا فوميتنج كرامبي ابتومنال بين ووتري دايريا. الووتر دي بعد كده بتبقى زم بيكام بلادي وفيها ميوكس، ممكن العيان
يبقى مور سيفير، يحصل له حاجه اسمها توكسيك ميجا كولون. التوكسيك ميجا كولون عباره عن هيوج دايليتيشن للكولون، ودي في منها حاجات كونجينيتال وحاجات ريليتد او باثولوجيكال. الباثولوجيكال حاجات ريليتد انفيكشن زي السالمونيلا بتعمل توكسيك ميجا كولون، او حاجات زي الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو زي الالتراتيف كولايتس او الكرونز، ممكن يحصل معاهم توكسيك ميجا كولون. بيحصل مع العيان برضو ابدومينال تندرنس وريجيديتي. في الاخر ايه اللي بيحصل؟ الفيد بتاع العيان، الفيدباك بعد كده او اللي بيحصل مصيره هيبقى ايه، بيحصل فيه يا اما ريكفري، وده بيحصل في خلال 3 ويكس، يعني يبتدي العيان يتحسن على بعد اسبوع وكمبليت ريكفري افتر 3 ويكس، او ان هو يتحول الى كارير ستيت. وهنشرح بعد كده يعني ايه كارير. كارير يعني العيان ما فيش اي سيمتومز بس بيحمل البكتيريا اورجانيزم جوه جسم، فبالتالي تبقى اكسكريتد يا اما في اليورين يا اما في الاستول. وهنشرح يعني ايه كارير. او تالت حاجه ممكن يحصل حاجه اسمها سيستميك ايمونولوجيكال رياكشن، العيان يبتدي يبقى يظهر عليه اعراض تانية ملهاش علاقه بالجي اي تي، زي حاجه اسمها رياكتيف ارثرايتس او رياكتيف او نون سيبتيك سينوفايتس. بيحصل العيان ان هو يبتدي المفاصل بتاعته يبتدي يبقى فيها بين وتلتهب نتيجه للسيستميك ايمونولوجيكال رياكشن اللي بيحصل مع السالمونيلا. تاني نوع من الاكيو، او تاني نوع من يندرج تحت الاكيوت جينسترو انترايتس، تاني نوع اللي هو الرقم 2 اللي هو انفيزيف سالمونولوزيس، وده بيحصل في الناس اللي مناعتهم ضعيفه زي الانفانت الالدرلي، عيانين الاميون كومبرمايز بيشنت اللي بياخدوا اي اميون سبريشن ديزيز. لو العيان فيه سيفير دايريا، العيان هيبقى بريزنتد بايه؟ هيبقى العيان هيبقى فيه سيفير دايريا with high grade fever، بيبقى فيه extra intestinal manifestation زي meningitis endocarditis. ممكن بعد كده العين يبقى فيه typhoid state without diarrhea، يعني العين يبقى كل فيه كل symptoms of diarrhea of fever without diarrhea، يعني العين يبقى فيه fever فيه extra intestinal manifestation بس ما فيش diarrhea. ممكن يحصل osteomyelitis خصوصا في العين اللي عندهم sickle cell anemia. ممكن يحصل generalized septicemia خصوصا في العين اللي هو severely immunocompromised زي الـ HIV patient. الـ complication of acute gastroenteritis، بيحصل إن العين يبقى severe dehydration، prerenal azotemia اللي هو prerenal failure، acute colitis، toxic dilatation of the colon اللي احنا شرحناها اللي هي toxic mega colon، septicemia، extra intestinal infection زي meningitis الendocarditis الosteomyelitis and الarthritis. differential diagnosis زي ما قلنا differential diagnosis of other food poisoning زي staph gastroenteritis، viral gastroenteritis، bacillary gastroenteritis، amoebic gastroenteritis. ازاي نشخص العيان ده؟ اول حاجه بالكلينيكال بيكتشر زي ما شرحنا، تاني حاجه باللابوراتوري انفستيجيشن. اللابراتوري انفستيجيشن هما تلات حاجات، يا اما نعمل بلاد بيكتشر او بلاد كالتشر او ستول كالتشر. البلاد بيكتشر هنلاقي فيها ليوكوسايتوزس، البلاد كالتشر منها هنعزل الاورجانيزم، والستول كالتشر دي بنلاقيها في الاكوت ستيج برضو هيبقى فيها ايزوليشن للاورجانيزم. التريتمنت في الاول في جنرال ميجرمنت، من اهمها الكوركشن اوف ديهايدريشن، ندي انتروفينس فلويد. تاني حاجه بندي الانتيبايوتيك زي الكلورامفينيكول، بس ده بطلنا نستخدمه ديو تو الكومبليكيشن بتاعته زي الجريبي سيندروم فبطلوا يستخدموه. دلوقتي بنستخدم يا اما السيبروفلوكساسين او الكيفالوسبورين. السيبروفلوكساسين بندي قرص 500 ملي جرام كل 12 ساعه لمده 5 ايام، او الثيرد جنريشن بندي حقنه 1 جرام كل 12 ساعه لمده برضو 5 ايام. في الاطفال طبعا بندي الكيفالوسبورين بس ما بنديش السيبرو لانه ليه كومبليكيشن في الاطفال. تاني نوع من السالمونيلا انفيكشن اللي هي تايفويد فيفر، هي عباره عن او التعريف بتاعها it is an enteric infection that suspected clinically, suggested serologically, and diagnosed or sure diagnosed by bacteriological investigation. حوالي 20 مليون
من التايفويد فيفر بيحصلوا كل سنة، منهم 200,000 ديس بيحصل كل سنة. التايفويد فيفر كوزد باي سالمونيلا تايفي والسالمونيلا بارا تايفي اي وبي وسي. التايفويد فيفر source of infection urine او stool of infected patient. الباثوجينيسيس بتاعها الانفكشن بتحصل ازاي؟ بعد انجيشن اوف الانفكتد اورجانيزم، الانفكتد اورجانيزم بنتريت الانتستاينال ميكوزا، بتروح على الريتيكلو اندثيليال سيستم، فيها بيحصل وير ات مالتيبليكيشن. المالتيبليكيشن اوكيرز زين انترينج البلاد ستريم. بعد ما بيحصل مالتيبليكيشن في الريتيكلو اندثيليال سيستم، بيحصل ان الاورجانيزم دي كلها بتدخل البلاد ستريم وبيحصل زي بكتيريميا، والفيفر تبتدي تعلى، يبقى ستارت اوف فيفر، والفيفر بتبقى استبلدر، يعني بتطلع جرادولي مش سادن. بعد كده البكتيريا دي بتدخل على البايرس باتشز. البايرس باتش دي عباره عن الليمف نود اللي موجوده حوالين الانتستين، تبتدي تبقى انفكتد ديورنج البيريود اوف بكتيريميا. بعد كده من البايرس باتشز تبتدي البكتيريا تدخل على البايل، والجول بلادر تبتدي تبقى انفليمد، وبعد كده العيان ده يبتدي يبقى اكسكريت للبكتيريا في الستول. بعد كده البكتيريا تبتدي تروح على البلاد ستريم، تدخل على الكدني والليفر والجول بلادر، دول برضو بيبقى انفكتد، فيبتدي العيان اكسكريت البكتيريا في اليورين عن طريق الكدني. في خلال السكند اند ثيرد ويك بيحصل ألسريشن في الانتستاينال ميكوزا، يبتدي العيان يبقى فيه هيمروج، ممكن يحصل severe ulceration line develop perforation. كل ده هنشرحه في الكومبليكيشن. الكلينيكال بيكتشر، التايفويد فيفر بتقسم لاربع اسابيع وبنسميها الديزيز اوف فورث ويك، يعني هي ديزيز اوف اربع اسابيع، فكل اسبوع بيبقى ليه مانيفيستاشن وليه تشخيص. فاول اسبوع هو اول حاجه الانكوبيشن بيريد بتبقى من 7 لـ21 يوم، هي انكوبيشن بيريد طويله علشان يحصل مالتيبليكيشن للبكتيريال اورجانيزم، يبتدي يدخل بلاد ستريم وتروح على الاورجانز. فاول اسبوع بيحصل جرادوال اونست فيفر استبلادر باترن، البلس بيكون سلو والريلاتيف براديكاردي، حاجه اسمها فاجت ساين، يعني البلس مش متناسب مع درجات ارتفاع الحرارة. تاني حاجه بيحصل كوت التانج، انوركسيا، ماليز، نوزيا اند ابدومينال بين. تالت حاجه بيبقى في ضل كونتينوس فرونتال هيديك، وده كومن وده يعتبر من العلامات المميزه للتايفويد فيفر. بيحصل دراي كاف في حوالي 50% من العيانين، بيحصل كونستيبيشن في الادلت ودايريا في التشيلدرن. في السكند ويك بيحصل الفيفر تبتدي تبقى كونتينوس مستمره، العيان يبتدي يبقى باسيك، بيبقى الكونستيبيشن بيقلب دايريا، بيبقى في ابدومينال ديستنشن. تاني حاجه يبقى في روز سبوتس، ودي عباره عن سكين ريش ريد، بيحصل all over the trunk and the upper and the lower limb، بيحصل في حوالي 5 لـ10 من البيشنت، بيكون اكتر في الشست والابدوم، ممكن يبقى في كل البادي. تالت حاجه بيحصل سبلينوميجالي، السبلين بيبقى تندر اند سوفت، العيان بيبقى فيه جونتس وانكيفالوباسي. العيان رغم الفيفر اللي بتبقى كونتينيوس مفيش سويتنج، نو سويتنج. في الثيرد ويك البيشنت بيبقى ضل ليثارجيك توكسيك لوك، بيبقى ماستي اودر، بيبقى فيه باد اودر طالع من الماوس، التنج بيبقى دراي كوتد، الفيفر تبقى ريميتنت. ريميتنت يعني ايه؟ يعني بتقل بات نوت ريتش تو البيز لاين، ممكن تبقى يعني تبقى هاي جريد وتقل بس ما تبقاش متوصلش، يعني مش انترميتنت، مش بتوصل للبيز لاين. بيحصل في ريلاتيف براديكارديا برضو، في جنرالزد ابدومينال بين والتيوميتي، سلايت ابر ابدومينال تندرنس. في الفورث ويك يا اما العيان بيتحسن يا اما بيحصل كومبليكيشن، وهنقول الكومبليكيشن بالتفصيل. الحراره تبتدي تنزل جرادوال، زي ما طلعت جرادوال في الاول هتنزل جرادوال، لكن العيان بيفضل فتره طويله انوركسيك وفي جنرالايزد فاتيج وماليز. الكومبليكيشن اول حاجه تايفويد هيموراج، ودي ديو تو اروجن اوف البلاد فيزلز او بليدنج تندنسي، بتحصل على الاسبوع الثالث او الرابع في حوالي 1.5 من البيشنت.
قبليها بيحصل حاجة اسمها warning sign أو البي لايك سوب دايريا، بيبقى فيه hematemesis and melena. تاني complication البرفوريشن، ودي في حوالي 1% من الكيسز، بتحصل على السكند اند الثيرد ويك، بتبدأ بفوميتنج، رايز في التمبريتشر، سيفير ابدومينال بين والتندرنس ورجيديتي. الاكتر البين بيبقى على الرايت اليك فوسا، بيبقى فيه ابدومينال ديستنشن ورجيديتي. تالت حاجه في حاجه اسمها توكسيك مايكورديتس. رابع حاجه نيوروسايكاتريك ديس اوردر. خامس حاجه الكوليسيستايتس والهيباتايتس والنيمونيا والجلوميرولونيفرايتس والهيموليتيك كرونيك سيندروم، دي كلها كومبليكيشن للتايفويد فيبر. سادس حاجة الكرونيك أو الكارير ستيت، ودي بتحصل في نوعين، يا إما بيليري كارير أو يورينري كارير. بيليري كارير إنه هو يبقى الأورجانيزم موجود في الجول برادر وإكسكريتد في الستون، أو تاني نوع اللي هو اليورينري كارير وده موجود في اليورينري بلادر ويبقى الإكسكريشن أوف البكتيريا عن طريق اليورين، ودي أكتر بتبقى مع موجودة مع اليورينري بالهرزيز. سابع حاجة التيفويد ريلابس، إن العيان 10% من الحالات ممكن يبقى return symptoms at least after 3 days من asymptomatic condition. العيان بيفضل 3 أيام مفيش أي symptoms completely asymptomatic، وبعد كده return of symptoms after 2 weeks after 3 days. ممكن يحصل after 3 days up to 2 weeks، يعني ممكن العيان يفضل من 3 أيام ل 2 weeks completely free، بعد كده return of symptoms. تامن حاجة الأيبسس، ودي ممكن تحصل في السبلين والأوفرز. تاسع حاجة الديب فينوس ترومبوزس. عشر حاجة الأوستيو مايلايتس أو الأوستايتس، ودي بقى أكتر في الريبس في الفيرتبري، ممكن تؤدي إلى أيبسس. الدياجنوز أوف التايفويد فيفر، هنراجع التعريف تاني بتاع التايفويد فيفر. It is an enteric infection that suspected clinically. في حاجات clinically تقول ان هي في suspicion للعيان ده ان هو يبقى typhoid fever. suggested serologically بالفيدال تيست، وده هنشرحه بعد كده. diagnosed or confirmed by bacteriological investigation زي الكالتشر. اول حاجة clinical picture اللي هي منها نقول ان العيان ده suspected، لازم نلاقي اربع حاجات او ثلاثة من اربع حاجات يقولوا ان العيان ده suspected ان هو typhoid fever. في أربعة symptoms أو أربعة signs بنلاقيهم في العيان، لو لقينا منهم ثلاثة ممكن نشخص أو نقول إن إحنا العيان ده suspected typhoid fever. أول حاجة toxic look، تاني حاجة tumid abdomen، البرونكايتس والsoft tender spleen. لو لقينا ثلاثة منهم العيان ده suspected إنه هو يبقى typhoid fever. Laboratory investigation، الفيدال test it is a suggestive test not sure. هو عبارة عن سلايد اجلوتينشن تيست، بيبقى جينست البوليساكرايد انتيجين اند الفيريولنت انتيجين اللي موجودين في البكتيريا. هو مش دايجنوستيك، هو زي ما قلنا سجستيف. ليه؟ لان هو بيحصل منه فولس نيجاتيف وفولس بوزيتيف ريزلت. ممكن يحصل فولس بوزيتيف ان العيان يبقى ما عندوش تايفويد والتيست يدينا بوزيتيف تيست، ممكن مع الأزر انتريك انفكشن، أو يدينا فولس نيجاتيف تيست لو العيان ابتدى كورس انتيبيوتيك أو في الايرلي ستيج من الديزيز، التيست ممكن يطلع نيجاتيف ويبقى العيان أصلا اوريدي تايفويد فيفر. تاني حاجة أو تالت حاجة الكالتشر، ودي دايجنوستيك، ده شور دايجنوزيس. الكالتشر ممكن تتاخد من كذا مكان، في الفيرست ويك بيبقى فيه بلاد كالتشر، في السكند وفي الثيرد ويك ممكن ناخد من اليورين أو الستول ونعمل عليهم كالتشر، برضو ممكن ناخد بون مارو كالتشر لو الحاجات كلها اللي فوق طلعت نيجاتيف. الأزر ممكن يبقى نعمل سي بي سي البلاد كال بيكتشر، وبيبقى فيها ليكوسايتوزيس وزيرلاتيف لنفوسايتوزيس، ممكن يبقى فيه ليكوبينيا. لو عملنا ليفر فانكشن ممكن نلاقي السيرم ترانس امينيزيس إليفيتد. التريتمنت برضو زي الأكيوت جاسترو انترايتس، أول حاجة improvement للجنرال كونديشن، bed rest، soft diet ومور fluid. برضو بندي antibiotic للعيان بس بنديها لفترات طويلة، يعني هناك كنا بندي لمدة 1 week، هنا بندي لمدة 2 weeks. الانتيبيوتيك برضو اللي هو الكلورامفينيكول ده بطلنا نستخدمه. دلوقتي ممكن ندي الكينيرونز او زي السيبروفلوكساسين او الاوفلوكساسين، ممكن ندي الكيفالسبورين زي السيفترايكزون، ممكن ندي اللي هو الترايميسوبريم سلفاميثاكسيزول،
وده كلهم بنديهم لمده 2 ويكس. لو في بورفريشن او في هيمولج بنعمل سيرجيكال انترفيرنس. البروفلاكسز البروفلاكسز يعني ازاي نحمي البوبوليشن من السالمونيلا انفكشن. اول حاجه بالدروجز، والدروجز ازاي ان احنا نعمل ايراديكيشن للكارير ستيت، ان احنا والتاني حاجه ان احنا نعالج البلهارزيزس فيرست، لان هو البلهارزيز ممكن تسهل وجود اليوريناري كارير. بنعمل كوليسيستيكتومي لو في جول بلادر كارير للسالمونيلا انفكشن. الانتيبيوتيك ممكن نديها في حالات الكارير ستيت، بنديها لمده 1 مانث زي الامبيسيلين السيبروفلوكسيسين او النورفلوكسيسين، بنديهم للكارير ستيت لمده 1 مانث. التطعيمات الفاكسين، التطعيمات اللي موجوده في السالمونيلا موجود تطعيمين، اول حاجه اللي هو كيلد فاكسين اللي هو تاب فاكسين بيتاخد في 2 دوزز، او التي واي 21 اي لايف فاكسين ده عباره عن لايف اورال فاكسين، او في اي كابسوليتد بوليساكرايد وده عباره عن 1 انجكشن انتراماسكولار. ثالث حاجه او ثالث حاجه ممكن نعملها في البروفلاكسز الجود هايجين، ان احنا ندي العيان بير ووتر، جود سانيتيشن. ثالث برزنتيشن بالسالمونيلوزيس كرونيك سالمونيلوزيس، ودي عباره عن ايه؟ اتس برولونجد فيفر اند بكتيريميا ان ابلهارزيا بيشنت، مينلي في البلهارزيا بيشنت سواء كان شيستوما هيماتوبيام اور مانسوناي. الكرونيك سالمونيلوزيس كومبليكيتنج للشيستوما هيماتوبيام بتبقى ريميتنت اور انترميتنت فيفر. العيان ممكن يقعد من شهر ل 24 مانس في فيفر، بيبقى فيه تشيلز وديسيوريا. ممكن برضو بيحصل مع الشيستوما مانسوناي كرونيك سالمونيلوزيس، والعيان بيبقى عنده كونتينيوس فيفر وذ فريكوينت تشيلز اند دايريا اند ابدومينال بين. العيان بيبقى بيل توكسيك ومعاه جنرالايزد انفادينوباسي، ممكن يحصل فيه جوندس ولور لمب اديما، ممكن يحصل هيباتوميجالي اند سبلينوميجالي. الدايجنوزيس اوف كرونيك سالمونيلوزيس اول حاجه اللابوراتوري، الفيدال تيست غالبا بيطلع بوزيتيف. المين اورجانيزم هنا السالمونيلا باراتايف ايه، يعني النسبه ان هو يحصل تايفويد من الباراتايف ايه او السالمونيلا تايفي نيوريا بتبقى النسبه 1 لـ 4 مينلي باراتايف ايه. السي بي سي بيبقى فيها انيميا ثرومبوسايتوبينيا، بيبقى فيه ريزد اي اس ار. الفيدال تيست يبقى لو اور مودريت مش عالي زي التايفويد فيفر او الاكيوت جاستر انترايتس. بيحصل حاجه اسمها هايبر جاما جلوبولينيميا ودي عباره عن اميون رياكشن. التريتمنت اوف الكرونيك سالمونيلوزيس برضو نفس الكلام، بندي انتيبايوتيك زي الكلورامفينيكول او الامبيسيلين او ترايميسوبريم سلفاميثاكسازول 4 لمده 10 ايام او اسبوعين. السيبروفلوكساسين برضو بندي 500 ملي جرام كل 12 ساعة for 2 weeks. بندي الأوفلوكساسين 200 ميلي جرام كل 12 ساعة لمدة 2 weeks. البرازيكوانتيل بندي 40 ميلي جرام كل كيلو جرام single dose، وبندي بعد تاني يوم من الأبايريكتيك دي، يعني احنا مش بنديه في وقت الفيفر، بنديه في السكند دي لما العيان يبقى ما فيهوش أي فيفر. كده كل شرحنا كل أنواع السالمونيلا، البرزنتيشن بتاعها، الدياجنوزيس، التريتمنت. هو بتبقى كومن ديزيز موجود في مصر، فلازم نبقى عارفينه، عارفين ازاي نتعامل معاه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.